مشاهدينا الكرام، مساعد الدفعة هو الأول على دفعته. معانا مساعد المعهد الفني للقوات المسلحة، نتعرف عليه وعلى دوره ومهامه داخل المعهد بالنسبة لدفعته. نتعرف بيك. مساعد أول طلبناي محمد سعيد شحاتة. قول لي محمد، دور المساعد إيه ومهمته إيه؟ حضرتك دور مساعد المعهد هو معاون طاقم ضباط المعهد في القيادة والسيطرة على الطلبة، زائد تقديم الدعم للطلبة المستجدين من خلال مساعدتهم وتأهيلهم انضباطيا وعلميا. كمان لازم مساعد المعهد يتوفر فيه بعض الصفات زي اللياقة البدنية العالية، الانضباط الذاتي، المظهر الحسن، المستوى الثقافي العالي، التفوق في التعليم الفني والتخصصي. كمان مساعد المعهد هو حامل لواء دفعته وقائد مسارهم إلى النجاح والتخرج إن شاء الله. قول لي محمد، إزاي عملت إيه عشان تبقى مساعد الدفعة؟ حضرتك احنا اول ما دخلنا واحنا لسه طلبه مستجدين، كان هدفنا ان احنا نبان في ابهى صوره، وان احنا ان شاء الله نكون قادرين على التخرج كضباط فنيين باذن الله على قد المسؤوليه، ونشرف الدوله ان شاء الله ونشرف قياده المعهد. فاحنا اشتغلنا على نفسنا بالنسبه لي او ضباط صف المعهد بالكامل، اهتمينا بالناحيه البدنيه، لعب اللياقه في صالات المعهد والصالات الرياضيه، اهتمينا بالتعليم الفني والتخصصي، اهتمينا بكل طالب له جدول رماية سنوي، زائد التعليم الفني، زائد التعليم التخصصي، زائد اللياقة البدنية، زائد طبعا الانضباط العسكري والانضباط الذاتي، وده جزء بيفضل معاك من وانت طالب لحد ما تخرج وتكون ضابط، لحد ان شاء الله لان نتفانى الله بإذن الله. لا ربنا يديك الصحة كده وتتخرج على خير. ده انت تخصصك يا محمد؟ انا حضرتك كهرباء صلات مجموعه الاسلحه والذخيره. بالتوفيق وان شاء الله نبارك لكم في التخرج. ان شاء الله يا فندم. شكرا يا فندم. الايمان نتعرف عليك. مساعد طالب نهائي عبد الله محمد الشناوي. قول لي عبد الله، انت تخصصك ايه؟ انا تخصص حاسب الي ومجموعه كهربائيه. قول لي عبد الله، ما يميز الطالب المعهد الفني عن باقي طلبه الكليات والمعاهد العسكريه؟ اول حاجه سيادتك الاهتمام بالجانب العلمي التخصصي بالاضافه للانضباط العسكري. ثاني حاجه الاهتمام بالتدريب العملي، والتدريب العملي ده سيادتك بيكون بيميز الطلبه وبيمثل ده نموذج مصغر لما يحدث داخل وحدات القوات المسلحه. ثالث حاجه تخصصات القسم النهائي بتقوم بمشروع تخرج تنتجه في نهاية السنة، ده بيكون المشروع ده يعتبر كجهاز محاكي لما يحدث داخل وحدات القوات المسلحة في مجال الدعم الفني. نتعرف عليك. تمام يا فندم. طالب مقاتل، رقيب طالب نهائي، الامير محمود احمد. قول لي امير، اتعلمت ايه من خلال وجودك هنا في المعهد؟ قدرت ان استفاد من خلال وجودي كطالب من طلاب المعهد الفني للقوات المسلحه في جانبين، الجانب الاول وعلى المستوى التخصصي ومعرفه ودراسه جميع انواع الاسلحه بدءا من الاسلحه الصغيره الموجوده بالقوات المسلحه ووصولا للاسلحه الثقيله الموجوده عندنا في القوات المسلحه. وايضا معرفه كيفيه حدوث الحركه الميكانيكيه الخاصه بكل سلاح وطريقه الفك الجزئي والكلي لكل سلاح على حده. وعشان نقدر نحافظ على استمراريه رفع مستوى الكفاءه الفنيه للاسلحه بتاعتنا، اتعلمنا اجراءات عمل الصيانه الدوريه لكل سلاح. ثانيا وعلى المستوى الشخصي، اتعلمنا الانضباط اللي بيتمثل بيه افراد القوات المسلحه، وايضا حب العمل الجماعي والانضباط والاحترام المتبادل بين افراد القوات المسلحه، وخصوصا من الادم للاحدث. واخيرا الحمد لله قدرنا نستفاد من عدم وجود اي اصابات فيروس كوفيد 19 عندنا بسبب رفع مستوى اللياقة البدنية.